هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب برايمري 5. مكملين مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر للصف الخامس الابتدائي 2023 كانكت 5 الوحده السادسه الدرس الرابع جزء 2. احنا دلوقتي في يونت 6 لسن 4 بارت 2. يلا بينا نبدا درسنا، ودرسنا النهارده عن الماث عن الرياضه شويه. يا ريت بطلب منكم من فضلكم تدوسوا لايك على الفيديو تحت كده علشان يوصل لكل الطلبه ويقدروا بامر الله يستفيدون. يلا نبدا درسنا. بسم الله. اول كلمه في كلمات درسنا احنا هنعرف ازاي نقيس النهارده الاطوال ونسال عن وزن الاشياء. تعالوا كده نشوف يلا بسرعه. ها ها وطول معناها كم طول. طيب ايه ده، احنا شايفين هناك ها ولونج برده كم طول، هي ايه الفرق الاثنين دي كم طول وهنا برده ها وطول؟ تعالوا اقول لكم، بصوا تعالوا اقول لكم ازاي دي كم طول ودي كم طول. بصوا كده، لما اقول ها وطول ها وطول انا بسال عن حاجه افقي. يعني ايه حاجه افقي؟ يعني حاجه كده بالطول. بصوا اهي ها وطول ها وطول، تمام. سوري حاجه راسي ها وطول، تمام. يعني زي مثلا الشجره اهي حاجه واقفه كده، تمام. ها وطول كم طول؟ يعني لو بسال عن مثلا طول الانسان هقول ها وطول كم طوله، كم طول الشجره ها وطول. طب لو انا بسال مثلا عن طول ترابيزه اقول ها وطول؟ لا، لان الترابيزه بتكون ايه، تكون افقيه كده صح اهي. يعني مثلا ترابيزه كده هقيس طولها كده صح، فانا بسال عن حاجه ايه افقيه كده هقول هاو لونج هاو لونج، تمام. طيب هاو ماتش بقى معناها كم الساعه، وبرده معناها كم الكميه. طب وهاو فار كم بعد، طب هاو هيفي كم وزن. طيب ميجر يعني ايه؟ يعني فعل معناها يقيس، ميجر ميجر. طيب كم ارتفاع، هاو هاي، خلي بالك الجي اتش ما بنطقهاش. طيب واي، واي معناها يزن، والجي والاتش دي برضو سايلنت مش بننطقها. طيب الطول معناه لنس، وخلي بالك الايه الجي هنا ما نطقناهاش، لنس لنس. وعلشان اقيس الطول انا بستخدم وحدات للقياس. زي ايه؟ لو حاجه كبيره قوي اطوال مثلا طرق او حاجه مسافات كبيره هستخدم الكيلومتر، تمام. والكيلومتر الاختصار بتاعها بيكون كاف ام كي ام، تمام. الكيلومتر بيساوي 1000 متر، خلاص بيساوي 1000 متر. والمتر بيساوي 100000 سنتيمتر، والسنتيمتر بيساوي 1 مليون مليمتر، تمام. المتر المتر بيساوي 100 سنتيمتر، تمام يا اولاد، وبيساوي كمان 1000 مليمتر. السنتيمتر بقى بيساوي كام؟ 10 مليمتر، تمام. طبعا احنا عارفين السنتيمتر اللي هو بيبقى، بصوا كده السنتيمتر اللي هو على في المسطره اهي، ده كده من الزيرو للوان ده كله سنتيمتر. في كام بقى اهو اختصاره سي ام، اللي هو اهو الكلمه الاساسيه بتاعته سنتيمتر، تمام. طيب عندي هنا السنتيمتر ده بيكوال ايه؟ 10 مليمتر. المليمتر دي اللي هي 1 بس كده، 1 من الايه، من ال 10 الموجودين دول، تمام. طيب بصوا كده بيقول لي بقى الواي الوزن ده، انا بسال عن الوزن بجاوب عليه بوحده القياس الكيلو جرام. الكيلو جرام الواحد في 1000 جرام، والجرام الواحد في 1 مليون ملي جرام، تمام. يبقى ال1 جرام في ايه؟ في 1000 ملي جرام. تعالوا كده نحل بقى، هو درس صغير خالص وسهل جدا، وهنحل عليه في بيج 308. يلا كده بقى بينا نحل. يلا نمبر 1 كده اشوفكم كده فاكرين، واحنا قلنا بقى ان هو ايه درس ماث. تعالوا كده نشوف نمبر 1 بيقول لي ايه. بيقول لي اول حاجه 9 كيلو جرام بيساوي بقى كام جرام؟ انا عندي الكيلو جرام الواحد بيساوي كام؟ بيساوي 1000 جرام. يبقى انا هعمل ال 9 multiplied by ايه؟ by 1000، تمام. هي ال 9 في ال 1000 equal كام؟ equal اهي 9000 9000، تمام، 9000 جرام. طيب الجرام الواحد في كام ملي جرام؟ في مليون. يبقى انا هعمل ايه؟ هكتب كده ال 9، تمام، واعمل جنبها كام؟ 6 اصفر. طيب تعالوا نشوف
قد ايه كيلومتر يساوي 2000 متر. انا هعمل هنا بقى ايه ديفايدد، انا هقسم ال 2000 دي على الايه ال 1000، هيديني كام كيلومتر؟ يديني 2 صح كده. طيب ويديني كام سنتيمتر؟ سنتيمتر هيديني، بصوا انا السنتيمتر عندي بيديني 1000، فانا هعمل ايه 2 وجنبها 6 اصفار. تمام. هنا ال 4 كيلومتر يديني كام متر؟ ال 4 كيلومتر يديني 4000 متر. طيب ويديني كام سنتيمتر بقى؟ ها انا عندي بصوا كده المتر اهو، هنا المتر بيساوي 100، يعني انا بحط 100 وبعدين ايه 3 اصفار بتاعه الالف. انا هكتب كده، هكتب 400 كده واعمل ايه علامه كده او بوينت، وهعمل 3 اصفار كده 3 دي. طب ال 3000 ملي متر هيديني كام سنتيمتر؟ هيديني 300 سنتيمتر. تمام، لان السنتيمتر في كام ملي متر؟ ها في 10. طيب والسنتيمتر في كام في كام ملي متر بقى؟ في كام متر سوري؟ في 3، لان المتر في 100 سنتيمتر. طيب نمبر 5 عندي كام متر يديني كام سنتيمتر؟ اللي هم اصلا 7000 ملي متر. طيب الملي متر بيديني 700 سنتيمتر، وال700 سنتيمتر بيديني 7 متر. طيب ال8 ال8000 جرام بيديني كام جرام؟ انا هعمل بقى ديفايدد على ال1000 جرام على ال1000 هيديني 8 كيلو جرام. طيب تعالوا كده نرتب، هو بيقول لي ايه؟ هرتب تبعا لليونتس، طبعا للاحاد، الان ascending order. ascending يعني بصعد السلم في ترتيب ايه؟ تصاعدي من الصغير للكبير. تعالوا كده نشوف، يبقى اول حاجه هي الايه؟ اول حاجه المليمتر الاصغر حاجه. طب وبعديه السنتيمتر. تمام، انا قلت لكم هنا في الورقه اهي ان المليمتر اهو اللي هو اصغر حاجه، بصوا اهو انتوا اكيد خدتوها برضو في الرياضه، المليمتر ده اهو اللي عليه السهم ده المليمتر. تمام، بصوا السنتيمتر فيه قد ايه بقى؟ اهو في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بصوا 10 ملي متر. فالمليمتر ده هو اصغر حاجه، جزء من السنتيمتر، وبعدين السنتيمتر. تمام، يبقى انا هبدا ايه؟ هكتب تاني حاجه السنتيمتر. طب وبعدين المتر، اهو المتر، وبعد كده الكيلومتر. تمام. طيب بعد كده اول اقل حاجه الايه؟ الملي جرام. طيب وبعد كده الجرام، وبعد كده الكيلو جرام. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى في رقم 3 بيقول لي اختار كده المقياس المناسب ان انا اقيس. طبيعي يا اولاد انتوا لما نقيس حاجه صغيره هنقيسها ايه؟ يعني مثلا لما بتقيسوا معيار الدواء دايما هتلاقوا ايه؟ ملي جرام، صح؟ او جرام، مش هتلاقوا بالكيلو جرام ابدا. بصوا هنا لما هقول ايه the weight of a pencil، لما اجي اوزن قلم، القلم ده تخيلوا كده هيكون كيلو جرام ولا جرام ولا متر؟ يعني القلم ده هيكون ايه؟ هيكون جرامات، صح؟ يكون وزنه جرامات قليله. طيب ال length of your trousers، طول بنطلونك هيكون ايه؟ هيكون ملي متر ولا سنتيمتر ولا كيلو جرام؟ هتقيسه بالايه؟ هقيسه بالسنتيمتر. طيب لو انا رقم 3 بالهايت اوف كايرو تاور، يعني ارتفاع برج القاهره، هقيسه بالسنتيمتر، همسك كده مسطره واقعد اقيسه، هقعد كتير جدا، ولا بالمليمتر ولا بالمتر؟ لا بالمتر. تمام. طيب الديستنس المسافه بتوين بين القاهره واسكندريه، تفتكروا كده هنقيسها بايه؟ بالمليمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالكيلومتر؟ لا اكيد طبعا بالكيلومتر، لان طبعا اكيد اكيد هتكون مسافه كبيره. بس كده درسنا خلص، يا رب اكون قدرت افيدكم ويكون سهل شويه عليكم. يا ريت ما تكونوش نسيتوا اللايك. باي باي.